مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء صيفية معتدلة خلال ساعات النهار، درجة الحرارة استمرت أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. خلال هذه الليلة أي الليلة القادمة يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة البرودة إلى بارد نسبيا في عموم مناطق المملكة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 15 درجة مئوية المحسوسة 15 درجة مئوية، أيضا الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية. عجلون طقس صافي 28 إلى 15، إربد 29 إلى 16، جرش 31 إلى 17، والمفرق 31 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى والزرقاء. طقس صافي 31 إلى 19، العاصمة عمان 28 إلى 16، نفس الأجواء والحرارة في بلقاء، مأدبة 29 إلى 17، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، طقس صافي 28 إلى 17، الطفيلة أيضا طقس صافي 27 إلى 17، الشوبك 25 إلى 17، العقبة طقس حار 36 إلى 25، ومعان 32 إلى 20 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 36 إلى 20 درجة مئوية 35 إلى 20 درجة مئوية، ونفس الحرارة والأجواء في الصفاوي أمر واجد 34 إلى 21 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.